تعد صناعة الشاي نوعا من المهارات. يمكن أن تبث أوراق الشاي من شجرة واحدة روائح ذكية متنوعة. الشاي الأبيض، الشاي الأخضر، الشاي الأصفر، شاي أولونغ، الشاي الأحمر، الشاي الأسود. الصين مهد الشاي، لا يرجع ذلك لنشأة أقدم أشجار الشاي في العالم فيها، بل لاعتقاد الصينيين أنه كائن حي يربط السماء والأرض. غمرت ورقة شجر في الماء وتغير طعمه، فعرف الشاي من ذلك. يصل إلينا الشاي مرورا بالماء والنار وتجربة بين الحياة والموت. فمصير الشاي هو مصيرنا. في مارس من كل عام ينشغل سوغ وون وأسرته في صنع شاي الربيع، وهم من قرية مانجين بجبل جينماي في يونان. الأوراق النضرة من مزرعة الشاي القديمة في جبل جينماي أجود الخامات لصنع شاي بوار. سوغ وون أحد أبناء سوليا، آخر زعماء قبيلة بولانغ بهذا الجبل. يؤمن هو وأهل القبيلة بأنهم من ذرية إله الشاي. رغم أن معظم الشاي هنا يتم تحويله لكعكة شاي، لكن بني بولانغ يعتادون على شرب الشاي بشكله الأصلي بعد أكثر من عام على صنعه. أدوات تحميص الشاي مصنوعة من مواد محلية بطريقة تقليدية. الخض يعرض الشاي لحرارة فحم الحطب لتخليصه من شوائبه والعناصر الضارة، ثم يفوح عطر الشاي العبق.
الشاي الذي يأتي من الأشجار القديمة في الغابات يتمتع بمذاق بري قوي. أول ما تشربه ستجده مراً لاذعاً، لكنه سرعان ما يترك مذاقاً حلواً يملأ فمك تماماً. يعيش سوغو وون وأهل قبيلته في الغابات البكر بجنوب يونان على مر العصور. في العصر الجليدي صدت هضبة التبت التيارات الباردة المميتة، وتحولت أطرافها الجنوبية الشرقية لفردوس يحتضن أقدم نباتات الأرض، كان موطن أقدم أشجار الشاي فيها بالذات. قصص التآلف بين البشرية وأشجار الشاي البرية ظلت تتوارث على مر الأجيال لآلاف السنين، وتحولت تدريجياً لأساطير راسخة في الذاكرة الجماعية لمختلف قوميات المنطقة. بمنتصف شهر أبريل ينتهي صنع شاي الربيع في جبل جيمماي، فتبدأ قبيلة بولانغ بالاحتفال بأكبر أعياد العام، عيد أجداد الشاي. عام 1988 أوصى والد سو غو وون ابنه بثلاثة أمور قبل وفاته: بناء مدرسة، إكمال تاريخ بولانغ، بناء معبد لإله الشاي للقبيلة. واليوم حقق سو غو وون كل ذلك. 只有明确的知道自己是怎么生下来的，是怎么长大的，要怎么回报，对自己养育的前辈，这样做人才会有意义的。 يؤمن سو غو وون البالغ من العمر 76 عاما أن أرواح أجداد قبيلته لا تزال حية في أعماق هذه الغابة الكثيفة. ومن بولانغ族 每 开辟 一块 新的茶园 种的第一棵树 叫做茶红树 树桩把它摘起来 它就代表那个魂 تقام طقوس فاخرة أثناء عيد أجداد الشاي كل أربع سنوات. يتجمع أهل القبيلة في معبد هايلانغ ويعدون الشاي بمياه العيون لتنظيف تماثيل الآلهة، ويقدمون أفضل أنواع الشاي الجديد لأجداد الشاي. إله الشاي عند بولانغ يدعى بايلانغ، ويقال إنه اكتشف فائدة أوراق الشاي في علاج المرض عندما أصيب أهل القبيلة بوباء خطير قبل أكثر من 1800 عام، وبذلك نجح في إنقاذ عشيرته.就要在山顶上来呼唤茶魂，我们认为啊，每一块茶地都有茶魂。那天我们要把所有的茶魂要回来，欢度这个节日，因为他们给我们留下了财富，我们任何一代 布朗族都不能忘记的。
们能够回来保佑我们所有的村民，保佑所有的现在的警察。امتدت أشجار الشاي القديمة من جنوب غربي الصين إلى جنوب شرقها، وتحولت تدريجيا إلى شجيرات صغيرة الأوراق يسهل قطفها ورعايتها بفضل عناية الطبيعة والأجداد. أنواع عديدة من الشاي الصيني الشهير يصنع من البراعم الطرية الندية التي تنمو عليها. الإيطالية جابوليلا بونينو لها اسم صيني تانغ يون. شاي لونجينغ هو النوع المفضل لها. بعكس جميع السياح الأجانب، تانغ يونغ لا تكتفي أبدا من شاي لونجينغ في مقاهي الشاي في بكين. في إبريل عام 2013 سافرت تانغ يون إلى خانجو لتقضي موسم الشاي في بيت أحد مزارعي الشاي. في موسم الشاي لكل ربيع يأتي محبو الشاي للإقامة في بيوت مزارعي الشاي بأرجاء الصين، رغبة في تذوق الشاي الطازج وطعم المشتقات وراء كل قدح. يعيشون في بيوت المزارعين ويعملون معهم، ويدعوهم المزارعون في جنوب النهر بأقارب الشاي. تانغ يون من أقارب مزارعي شاي لونجين السيد تشان. لونجين هو اسم شاي ومكان وقرية وينبع ماء أيضا. يعتقد الصينيون أن هذه البئر متصلة بالبحر وفيها تنانين يسمونها لونجين. يعرف المزارعون في قرية لونجين جميع حكايات الشاي، ويحبون أن يقصوها لمحبي الشاي وقت الراحة. حاليا تستخدم الآلات لصناعة الشاي، لكن قبل 15 عاما كان يصنع شاي بشكل يدوي تماما. لونجين نوع من الشاي الأخضر غير المخمر، هو الأكثر رغبة لدى الصينيين. يحبون خضرته، أوراقه وصفاء مائه، اهتماما بفوائده الصحية، وخاصة وظيفته في الوقاية من السرطان، وهذا ما جعله ينال اهتماما دوليا في السنوات الأخيرة.
لون لونجين مزيج بين الأخضر والأصفر، يشبه الرسوم الصينية بالحبر التي تجمع الخطوط الثقيلة والخفيفة. أما طعمه، عطره فواح كزهرة السحلب، ومقولة المزارعين أبسط، إنه مثل رائحة أوراق الفول المقلي في الزيت، طعم رائع رفيع. تاريخ شرب الشاي في الصين عريق جدا، فلقد اكتشفت في سيتشوان اتفاقية في أسرة خان تتضح فيها مهام الخدام من شراء الشاي وغليه لأصحاب البيت وغسل أدوات الشاي إلى آخره. مقاهي الشاي في سيتشوان مزدحمة حتى لا ينزعج الندلاء، الضيوف لا يسمح لهم بالاقتراب كثيرا، حتى اخترع أحدهم إبريقا نحاسيا بفوهة طويلة. اليوم تحولت هذه الحرفة إلى مجموعة مهارات وفنون مبهرة تدعى فنون التنين الثمانية عشرة. 我叫曾以欣，现在是一名大四的学生。我学习长嘴铜壶有三年多了。其实一开始会去学习茶艺和长嘴铜壶，是受我爸妈的影响。我爸妈都特别的喜欢喝茶。 مدينة تشاندو مقهى كبير للشاي، داخله تجد نموذج مصغر لتشاندو. <笑>我第一次看龙泉十八式的时候是我十七岁的时候。 如果是女孩，耍这个长嘴铜壶的话，一定很帅。你还练龙须子吗？没有不练好就行。哎，上去，太恼火了。就不要练了，最好把缝练好，把缝练好。你教是不想，不是教不教的问题，是你练的没得用啊。咋没得用啊？ أخبر المعلم تسون إيشين أنه لا بد من فهم الشاي قبل تعلم فنون التنين الثمانية عشرة. يبعد جبل ماندينغ في يائان عن تشاندو أكثر من 100 كيلومتر. يحكى أنه قبل 2000 عام في أسرة هان الغربية غرس شخص يدعى وولي جان 7 شجرات شاي هنا. بنى الناس بعده مزرعة شاي في المكان تدعى مزرعة الشاي الإمبراطورية. أصبح شاي ماندينغ المعد بماء اليانسي دليلا على جودة الشاي الرفيعة. الشخص الذي تبحث عنه الفتاة يعيش على جبل ماندينغ. الرجل المسن تشن شيان تشين تدعوه تسون إيشين الجد المرشد وفقا للأقدمية. قبل أكثر من 10 سنوات أسس مدرسته في فنون التنين 18 على أساس السابقين ونقله لابنه تشامبو، لكنه قادر أكثر على صنع الشاي. جاءت زيارة الفتاة في أكثر أوقات العام انشغالا بالنسبة للجد. في هذا الموسم يصنع نوع شاي يكاد ينقرض، وسبب قلة المهارة في صنعه يرجع إلى تعقد عملية ذلك ودقة اختيار الخامات. هذه الأوراق الثمينة دائما ما تستخدم في صنع الشاي الأخضر من الدرجة الأولى، لكنه يستخدمها لصنع البراعم الصفراء غير الجميلة في منظرها مع بذل مزيد من الوقت والجهد.
一般在一百六十度以上，锅底里手心在一吃耳里，我感觉到烫。تجفف الأوراق باليد في القدر الحديدي الحار 4 أو 5 دقائق لتخليصه من الرطوبة. 冲冰茶的时候，自从开始做草金茶的时候，就这个手法了。第一道杀青主要是要使那个原液要去掉青草味，然后让它焕发出芳香味。我们的黄芽的发酵，它主要是靠让它的那个发酵程度不超出10%，每煮一锅起来要用草纸把它包来，只是透气的，在包的时候它不会把它闷坏。如果你用其他的啥子豆啊这些，它可能就是对它就有影响了。这古代传下，我们都不晓得它的原理是啥子，它的味道啊，还有它的色泽啊，就是好得多。الشاي الأصفر نوع معتدل من الشاي، يحتفظ برائحة الشاي الأخضر المنعشة ويتميز بنعومته. صناعته تتطلب درجة حرارة وتحميص دقيقين، فحتى أمهر الصنعة يصعب عليه ضمان النجاح كل مرة. 35 ساعة لم يولد تشان شيان شين على هذا الجبل، ولكن لم يكن هناك شيء على الجبل لا يعرفه، فقد عاش فيه 50 عاما. 你看这个庙子，它是建于三国时代，离现在都是1000多年了。原来是破败不堪。1963年的时候，就是我们从成都100多个人就到这儿来，就在这儿开荒种茶。那个时候连没得你，还连你们父亲都还没得，在这个庙子头就住了10年的时间。这儿后头最多住了200-300人。这儿周围的茶园都是我们当时开出来的嘛，原来庙子边边都是种的茶，然后当时的和尚自己就一边念经，一边煮茶。معظم مزارع الشاي على جبل ماندين ظلت ملكا للمعبد تاريخيا، إيمانا من البوذيين بأن زراعة الشاي وصنعه وشربه هو نوع من الممارسات التعبدية. بعد تخمير الشاي ل36 ساعة يجري تحميصه، فبهذه الطريقة تبدو أوراقه صفراء ومنقوعه أصفر. مذاقه ألطف مقارنة بالشاي الأخضر، وهو مناسب جدا لمن يعاني من برودة المعدة. صناعة الشاي الأصفر أمر بالغ الدقة، إهمال بسيط يسبب خسارة كبيرة. حاليا سيتشوان، خونان، أنخوي تنتج الشاي الأصفر، فهو يعد نوعا من الشاي بنمط تحفظي. من泡一杯茶，茶都浮在面上，然后逐渐沉入杯底。这个是我们领悟到人就是这样的，开头你不成熟的时候都是浮在面上的，但是随着你的经历多，然后你的知识的增加，社会阅历增加，就沉下去了。ورقة واحدة تتحول في النهاية إلى نكهات لا حصر لها على يد الصينيين البارعين، وتتفرع إلى 6 أنواع. الشاي الأخضر غير المتخمر يحتفظ بطزاجة أكثر، الشاي الأصفر المتخمر بعض الشيء ألطف وأنعم من الأول، الشاي الأبيض غير المجفف والمفروك يحتفظ بالنكهة الأصلية الطبيعية أكثر. شاي وولونغ شبه المتخمر تخرج منه ألوان من العبق، والشاي الأسود المتخمر أطول، كان هو مشروب الحياة للقبائل البدوية. أما الشاي الأحمر المخمر تماما والجامع بمختلف الصفات يعتبر أكثر أنواع الشاي مبيعا في العالم.
في كل ربيع تعبق قرية تومو في جبل ووري برائحة الخشب الصنوبري المشتعل. تعد هذه الرائحة مصيبة بالنسبة لمعظم صانعي الشاي، أما عند نظرائهم في تونغ مو غوانغ فتعتبر أحلى الروائح في العالم. هذه الوصفة السرية الفريدة للابسان تو تشونغ، أقدم شاي أحمر في العالم. في كل صباح باكر يقوم جيان يوانشون وارث حرفة لابسان تو تشونغ بتذوق عينات من الشاي المصنوع مساء اليوم السابق ليحدد مستواه. معيار حكمه هو درجة تعتيق عبق لونيان والنكهة المدخنة. قبل أكثر من 300 عام تم صنع أول نوع من الشاي الأحمر في العالم في هذه القرية الجبلية النائية. تتناقل عائلة جيانغ هذه القصة جيلا بعد آخر. اليوم يحتل الشاي الأحمر 80% من سوق الشاي العالمي، وبوصوله إلى الغرب سموه بالإنجليزية بلاك تي، لكن وحسب التصنيف الصيني هناك نوع آخر من الشاي المخمر طويلا يدعى بالشاي الأسود. يعرف الشاي الأسود في وثائق قومية التبت بأنه بحر من الرحيق. في هضبة التبت البرد شديد والأكسجين قليل، هناك نقص في الفواكه والخضروات ويحتاج أهلها لحرق الدهون وتناول الفيتامينات، كل هذا يلجأ إلى الشاي. بالنسبة للتبتيين والقبائل البدوية في شينجيانغ ومنغوليا الداخلية، يعتبر الشاي الأسود أحد ضروريات الحياة اليومية.